الاثنين 26 نوفمبر 2012، مرحبا بكم في نشرة ليجينيول دو مغرب. دعوة وزير التشغيل السيد عبد الوهاب معطر أنه الشباب حامل الشهادة العليا لازمهم يمشيوا يجنيوا الزيتون، القات الترحاب من طرف الشباب اللي نزلوا بحماس لغابات الزيتون باش يبدأوا يخدموا. وكان لازم على الحكومة أنها تراقب العمل وتعرف وين وصلوا الشباب في جني الزيتون. الله مستعان يا رجال، يا حمادي ما تقول ليش وين وصلتوا مع الزيتون. عندي أكثر من دينار نطلب فيه على البورتابل ما يهزش عليا، سيسير قاعد يجمع في قناة الزيتونة. يا حمادي نحكي على الزيتون هذا مش على لطف. لا 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 يا شيخ، أمورنا ستة زيت، الشعب كلها قاعدة تجمع، وأنا كوزير حقوق الإنسان اللي كمل نهاره ما يهبط من على الصرافة كانوا أخو حقه. كما وصيتني يا عم، أصحاب الشهيد العليا كلهم قاعدين يجمعوا، لي ميتريزار فوق الصرافة واللي طايحين كنترول اللوطة قاعدين يفوزوا. ويا حمادي ما نزيدش نوصيك، الزيتون الشمالي وحده والشتوي وحده. كون مهم يا شيخ، أمورنا كزيت على الماء، ماناش كجماعة النداء. أنا جبت ديزان جونيور جيني زيتون لا ينبيع الحكاية. لكن يا عمي أنا لاحظت اللي مستوى التعليم في تونس معناها ماشي ويطيح. أما عندي اقتراح لسي منصف بن سالم، لو كان يزيدنا شعبة في الباك كيما باك سبور وباك مات يولي عنا باك زيتون. سيبري تاسيزون، عندك الحق يا رفيق، في عوض باك بلون يولي باك فير كيلون الزيتون. يا يزينا من الضحك يا حمادي، النهار راح، ايش عملنا في العصران؟ بالنسبة للعصران يا شيخ، جماعة بوزار وليزاريميتي هما اللي باش يعصر على خطرهم يفهموا برشة في الألوان الزيتية. يا مالا ما تنساش تخلي زوز بعض نزيت على جنب موصيني عليهم الشيخ حمد. وانت يا رفيقي عايش ولدي برا، هبط الفطور هانا كسكسي بعلوش رومانيا بنين جدا. تمت خلال نهاية الأسبوع الماضي زيارة رفيعة المستوى من طرف الحكومة الليبية، وتم إيداع قرابة 200 مليون دولار في خزينة البنك المركزي التونسي، وذلك لمساهمة في التنمية. والحديث على هذا الموضوع معنا في المباشر سي حمل أمامي. اسمعني يا حسن، ورص راضية، البلاد ردوها تتسول وهما يدوروا بها من البلاد لبلاد كي الطالب الركيك. النهار من النهارات باش تلقى البلاد في محطة مانديلا في يدها ورقة الماء وتبدأ تقولك واني يرحم والديك باش نكمل حق الركوب، ونا ضد الممارسات الغير مشروعة هذه. كيفاش يا سي حما غير مشروعة؟ يخ التوى ما فهمت يا حسن، ثم قطوس يصطاد ربي، هذيك التصمصيرة متاع البغدادي المحمودي. شنو رايك سي حما في الكلام اللي قاله السيد يوسف المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا بأنه باش تصير أكبر ورشة بناء في ليبيا بكفاءات تونسية؟ يا ولدي نا ضد استنزاف الموارد البشرية في البلاد، يا اخي هذه حكومة تفهم في البنية، ما قعدت كان تليق وحدها وحيطها معوج، ما زعام كان في البناء الفوضوي ضلتها تقطر وبازاتها خيخين. شكرا لك سي حما. شهد الأسبوع الفارط عليه الاستقالات في حزب نداء تونس. للحديث في هذا الموضوع معنا في البلاتو سي الباجي قائد السبسي. سي الباجي، لو كان توضح لنا أكثر إيش صار بالضبط. أيوة، فبحيث يا حسن النواب اللي استقالوا من نداء هل كلهم التحقوا بسي عبد الوهاب المعطر باش يجمعوا الزيتون بما أنهم أصحاب شهايد عليا وبتبعتهم وزراء الحكومة معفيين مع المهمة هذه، نظرا لعدم توفر المستوى التعليمي في الثقافة هذه. وزيد الزيتون الليامات عامل بعمايله وصابة برشا باش باش يلمو. هاو معنا رئيس الحكومة المؤقتة باش يعطينا رأيه في الموضوع. سي حمادي، اش قولك في اللي كان يقول فيه سي الباجي؟ كونسر نوموا، أنا من نجم نقول حتى مو إلا ما نتأكد السيد هذا فوق ميكرو ولا عليك أمان الله يا سي حمادي. شوف يا حسن، نحب نعلمك بحاجة، هو أنه ضيفك هذاك تخل بعض الأيامات أم بلوس ظهر البهايم متاعه وفا سيبني، وأنا ننصحه في عظم يحكي على جمع الزيتون يمشي يلوج الناس تجمع له الأكواع والأبواع متاعه اللي تفرتوله الجمعة اللي فاتت ومازال مازال. على بعد أيام من تنصيبها في مدينة فاس، اختفت لاتوري فيل من الساحة اللي كانت متواجدة فيها. حول هذا الاختفاء الغامض دار الحوار الهاتفي التالي بين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والوزير الأول المغربي عبد الإله بن كيران.
بونجور مسيو بن كيران، مي كاس كي سباس؟ ياك لاباس السي مسيو هولاند. لا تور ايفيل دو فيس ا ديسباغو. شكون اللي قالها لك السي مسيو هولاند؟ بان سافير ديالي في الرباط مشى يزورها مع وفد رسمي ولقاها غير الخلاء. غرب الله السي مسيو هولاند، دوام لله. بان سول حميد شبات فين لا تور ايفيل. حتى الهادي لا السي مسيو هولاند، فهمتيني ولا لا؟ اي بوركوا؟ سي حميد شبات مسبب هاد الايام. انا افضل ان تسقط لا تور ايفيل على ان تسقط حكومتي. يا لي هو منو خاصك تسول سي شبات. بون داكور جو في لابيلي. شوفني تاش تحت راسو السي مسيو هولاند، الا ما درش التعديل الحكومي نبني ليه لا تور ايفيل في الرباط. بلا تور ايفيل نوصل لنهايه حلقتنا ونرجعوا لا دوزيام بارتي نتاع الناس نسمه مع زميلي حمزه البلومي وضيوفه. وانا نقولكم اتشاو وتصبحوا على خير. شكرا ليك احسن بن عثمان، اتشاو وتصبح على خير ليك وليكيب دي غينيول كل ملتقانا.